السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوة ديال كسو داوة مركلة البرنامج كاكاديس إيو كفايديسي حلقة ديسي لواد داوة ديال ساكسو داوة تين حلقة دي هورو وحاكو ترتمي لو ترتمي أو رون آهانتي ترتمي كود من دي حفال تنبادن أوها وحا ترتمي أمين إيو محمد رونتي ترتمي كاس لواد وقف كو ترتمي مد أياد دبعبن نادي وقود بي فاينل كا ميشا مد كالانا وميشا وقهري ترتمي هادان إني كلا شيءكو دبدعها أي كلا قاتين أمين أيا كوه إن وحا كوه رجيم محمد دبعين سنو وحي أهاين سؤال شو وجهي كواد وح وكجوابي لو سؤال وماشى وحي كوه اللي توان دبعوت ماشى أمين واسجى وجهي كواد وكجوابي هل حبه وكوه اللي شن دبعوت إن وجهي كواد أمين وجهي كواد أسجى وح وكوه اللي صدر دبعوت تاسو معنيه نتاعي سدح سؤاله وكجوابي سؤال شين وحي هاد توان دبعوت ماشى أمين سيدو كلا أسجنا سدح سؤاله وكجوابي وأسجنا صدر دبعوت كوه اللي وحا سوهاري وجهي وقدمي أو أها وجهي سدحاد أو هل سؤال كلي أها محمد أيا كوهري وحونا هلاي شن إتوان نبعود معناه ذو أي تهاي سؤال شا مرك أغوري سأيو كجوابي أمين نصيب حمدي سؤال شا سدح على فرصة لسيما وسن كجوابين أو واقو قرم واي تا معناه ذو حي تهاي وحا كجو إيسا شن نبعود أمين أصغو مركز هستي أن دمان قود أهان صدن شن نبعود markii ay ka go'day shan dibcood wax u helaya saddex dibcood meesha maxamed oo markaas macnaheedu ay tahay inuu u gudbay finalka uu ka helay kontan iyo shan dibcood maxamed waxaan leenahay hambalyo waxaan ku arki doonaa finalka insha Allah ta'ala daawada waa intaas ee natiijadii ka soo baxday ee halqadii aan soo dhaafnay haatan halqadan waxaan ugu balansan laba tartan kale labadaas oo kala Uzeer iyo نحو أها عبد الفتاح حاش عبد الفتاح أذيق أيا بي وانا صح وانا ديار واتاي داود هدبا وجيغان لواد أما ترتنك لواد آن إنين شرح أما دين شاق شروضها وجيغ كواد وليها أما قفك ترتمها لغراو إنو تحرع كو وقتيغ آده ستيد وافرتن إشان إتو أفرتن إشان سكن وحلوي دينيا لح سؤال سؤال كستا أساحدن وحد كويلي ساشن لبعود هذه قفك لحظة سؤال أوصحه وحو هلا يا توني بعود أو ديريا قفك سؤال شهدو قرن مايو أما ونقرنين ونسكي قد بين كرا سي وقت يسو إلا شهدو واحد دبعا كان مقو إيان هداد سؤال شهد قرن ويديد هدو سن وقت يكاد ما نوحا فرصد أوهي ليسا سؤال شي آد إسلافي سي إن لغو قسو علي مركلة هدي هالمر آد سؤال شهد كجواب تيد معنى دو حي تايكو علي سمليهد ووالاقاسي سعنايا وحالغو سي سعنايا سؤال شهكتا عند فتح ديار وتهاي أيام فيليا وقت قال أفرتني شن تاسكن حتى يبي بلاونيسا سؤالك وانا وحي تاي واحد شكتا حيوان كردي كر استاجي next بوش ماشى بنان جرو غلط واحد شكتا صح إنه سحابي قال دمشيدي سا عرشي قال next shape ما قصنا أيو وحي قال قرآن كقصة دقي وغلط غرمود دمادي دقال كي كواد يدونك 1944 قلد يو أها سفير كي أغوري إسلام كم ها وقلد لحنا دي السؤال أيا انتا كوئك وقتي غانا واقو دمادي وانا كحماي هادان وحا أغود بينا وجيك لباد وحان أمالينا إنا ديار تاي ديار واتا أمالينا أوكي وجيك لواد هدان كو حسوسي داواد قفك شروطها لغرو وحي تاي كو وحا وقتك آدي ستدوا صندق وحان الويدين يا لح سؤال كستان وحي ودا تاتوان دبعود قفك كل ترتما يا هدو كجوابي كر سؤال كفا إذيس أيو لي هاي لكن كفا إذيس هداد قروي سيدنا هل دبعيا كاقويسا سؤال كستان وحي ودا تاسد حجواب ديار واتاي صدن كاي سكن حد أيكو بلا بنيسا شيك سنة كيلة دليم إما دحويني هي هوري إيه صوماليا عبد الشيد علي شرماكي سي وقلت سنة كأي سنة كأي على بلاوي أديك سي كواد إيه ورقد عصري سبي وقلت قبل كأي أيه كتالا بورتا أقدر إيه صوماليا سنة صح
sheekh guriga uu nabiga kula kulmi jiray asxaabada markii ay joogeen maka si uu u gaarsiiyo waxyiga soo degay sheekh magaca saxda ee waqtiga ayaa kaa go-ay waana ka xumahay cabdifataax waxaan u malaynaya inaad diyaar u tahay wejiga saddexaad ee su-aalaha diyaar waa tahay wejiga saddexaad ee su-aalaha haddaan shuruudaha ku xasuusiyo daawade waxaad haysataa 20 second cabdifataax inaad uga jawaabtid hal su-aal ayaa lagu weydiinayaa su-aashaasna waxaa lagu siinayaa 3 fursadood fursadda koowaad jawaabta aad ku heshid waxaad helaysaa 15 dhibcood fursadda labaad haddaad ka jawaabtid 10 dhibcood tan ugu dambeysana 5 dhibcood haddii su-aasha aad garan weysid 3 fursadood kadib waxaa kaa goyeysa 5 dhibcood waa ifahanta u malaynayaa cabdifataax diyaaraa tahay 20 second hadda ayay bilaabatay sheeg sanadka u dhashay jeneraal maxamed faarax caydiid fursad kale ayaad haysataa fursad kale ayaa haysataa waa qarad intaas waxaa kusoo gabagaboobay tartamihii la dhihi jiray cabdifataax 3 wareeg haatanna waxaan u gudbaynaa tartamaha xiga tartamahaas oo ah cuseer cabdiraxmaan cuseer ninkaas tartankiisu waad aragtay waxaan filayaa inaad ka badin doontid oo aad dadaali doontid haatanna waxaan ku xijinaynaa tartamihii labaad oo la tartamayey cabdifataax cuseer diyaar ayaa tahay aan filayaa cuseer haddaan ku xasuusiyey shuruudaha lagaaga baahanya inaad su-aalaha uga jawaabtid waxaad haysataa 45 second wejiga koowaad 6 su'aal ayaa lagu weydiinayaa su-aal kastana waxay leedahay 5 dhibcood su-aal kasto 6 su'aal haddaad ka jawaabtid 10 dhibcood oo dheeri ayaad leedahay wax dhibcaha lagaama jaray haddaad su-aasha si xuweysid hadduuse waqtiga kaa teginna waxaa fursad u leedahay in su-aasha lagugu celiyo sidoo kale su-aasha waad iska gudbin kartaa adaa garan weysid si aad waqtigaad u ilaashatid haddaad hal mar ka jawaabtid mar kale janis ma leedihid oo macnaheedu tahay su-aasha kale ayaa hore lagu weydiinayaa waa fahantay shuruudaha haddana diyaar baa tahay sax 45 second hadda ayaa ku bilaabanaysaa su-aasha ugu horeyso sheeg magaca lacagta laga isticmaalo waddanka sax buuxi meesha bannaan sheeg caasimadda waddanka portugal sax sheeg magaca saxaabiga indhoolka oo nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam muaddinka u ahaa sheeg sanadkii koobka adduunka lagu qabtay waddanka koonfur galbeed sax su-aasha kale waxay ku leedahay meeqa daqiiqo ayaa la dheelaa kulanka kubadda kolayga qalad intaas ayuu ku dhammaaday maxaa leeyahay wejiga koowaad haatan waxaan u gudbaynaa wejiga labaad ee su-aalaha daawada haddaan ku xasuusiyay shuruudaha looga baahan yahay qofka inuu ilaaliyo marka uu ka jawaabay su-aalaha wejiga labaad waxaad haysataa 30 second waxaa lagu weydiinayaa 6 su'aal su-aal kasta waxay wadataa 10 dhibcood qofka kula tartamaya hadduu fursad u helo wuu ka faa'iidaysan karaa ka faa'iidaysiga hadduu gafan 1 dhibac ayaa ka go-aysa su-aal kastana waxay wadataa 3 jawaab diyaar ayaa tahay 30 second hadda ayay ku bilaabanaysaa waxaad sheegtaa magaca wiilkii nebi nuux calayhi salaam qalad meeqo waddan ayay qaaradda eeshiya ka kooban tahay qalad sheeg sanadkii uu dilaacay cudurkii dilaaga ahaa ee ebola qalad waa kuma saxaabigii ay malaa'igta ka xishoon jirtay qalad sheeg sanadkii ay soomaaliya xornimada qaadatay sax imise jeer ayay ku jirtaa aayadda fabi-ayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan suuratu raxmaan qalad waqtigana wuu dhammaaday 6 su'aalna saas ayay ku noqotay ee wejiga labaad haatanna waxaan soo gaarnay daawadayaal wejiga saddexaad ama qaybta saddexaad ee su-aalaha oo aan cuseer weydiinaynay cuseer waa wejiga saddexaad waxaad haysataa 20 second 1 su'aal ayaa lagu weydiinayaa su-aasha waxaad u haysataa 3 fursadood inaad ka jawaabtid tan koowaad fursadda ugu horeysa haddaad heshid 15 dhibcood ayaad leedahay haddii mar labaad aad ka jawaabtid 10 dhibcood ayaad leedahay fursadda saddexaad haddaad ka jawaabtidna 5 dhibcood ayaad leedahay jawaabta haddaad heli weyso 3 fursadood ay ku dhaaftana 5 dhibic ayaad kaa goyeysa oo dhibcaagii hore 5 dhibac laga goynayaa diyaar waa tahay shuruudaha waa fahantay 20 second hadda ayaa ku bilaabanaysaa sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay meelaha lagu sujuudo qalad
صح هالكاس وحات كوي شيء إن طبعا دبعود داوة ديال هالكن الدواني سين وحلقة دي لواد ويكون ترتمين عبد الفتاح يعزير رونا هانتي ترتن كان وحيابها مركة قال قفش أي كم تاي إن ترتمياشا أي معنى إن ترتن أو حلفارتنا أي سوقد بيان ترتن كساد أركي سين وكل الله وحل إن كيشي كينا يماها هادبا هذا يدوم حسنتهاي ما دام إلا حلقة دي كواد إلا ميد دي لواد اللسعوتي هادبا وحان كلية هموغانين حلقة دي سدحاد سياد اللسعوتي عزير إيا عبد الفتاح قفك فينالك أقود بي إيو حلقة دي قدن بيسي أو اللسعون دونتي قفك أو نقون دونو إن إي بديي وحان كلية داوة شد هذا يدوم حسنتهاي مركلة إن نقو صبير هاد نوع سبتهاي وحا برنامج كل سعسيني أنا أقول محمد ناصر وحان كلية هاي إلا يا حلقة دم إنت ككل من دونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.